وهذا أيضا يعني هذه المعاملات كلها يعني قد تحتاج إلى العقود التي تنظم هذا العمل. الأستاذ مصطفى، أنواع العقود المبرمة في البنوك الإسلامية، ويعني أهمية هذه العقود يعني من خلال تعاملكم في بنك نزوة. نعم، طبعا هذه العقود هي التي تشكل الفارق الأساس في نظام التعامل بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية، مثل ما يقال وبضدها تتميز الأشياء. فلنعرف العقود التي تعامل بها المصرفية التقليدية، وهي كما يتفق عليه الكثيرون هي فقط يعني القرض، فهي تقرض ثم بعد ذلك تأخذ نسبة الفائدة على القرض الذي يقدم، بغض النظر ذلك القرض أين سيستخدم وفيما سيستخدم وما هو مآله. أما لو أتينا إلى المصرفية الإسلامية أو النظام المصرفي الإسلامي، فإن العقود الموجودة فيه هي تختلف طبعا، وتستند في هذا الاختلاف بالتراث الفقهي الكبير الذي وجد في فقه المعاملات. فنجد أن هنالك المضاربة، وكما نعلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خرج في مال أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها مضاربا، فكانت هي وفرت رأس المال وهو كان يتاجر بذلك المال، وصار الاتفاق على الربح كيف يتم اقتسامه. فالمضاربة هي التي تعمل بها المصارف الإسلامية. فالمضاربة في المصارف الإسلامية إما أن تكون في الحسابات مثل ما هو يوجد التعامل بها في حساب التوفير، أو أيضا من حيث أن المصرف يأخذ الأموال الإيداعات من المودعين ويضارب بها، فيكون رب المال هو العميل ويكون المصرف هو المضارب. أيضا توجد الإجارة، والإجارة أيضا إما الإجارة المتبعة الآن، وهي لأن الإجارة التشغيلية الموجودة يعني بعض القوانين لا تضمن للبنك أن يتملك تلك العين أن تكون في ملكه كاملة، فبالتالي صارت الإجارة المنتهية بالتمليك. أيضا توجد مع ذلك المشاركة، والمشاركة هو أن يتشارك المصرف مع العميل برأس المال وبالجهد والعمل ما إلى ذلك. أيضا المرابحة، وهي المرابحة بصورتها الحديثة المرابحة للأمر بالشراء، وهو أن الإنسان قد يعرض أو تعرض عليه الحاجة لشيء من السلع والأغراض التي يود الحصول عليها ولكنه لا يملك المال لذلك، فيتجه إلى المصرف فيقوم المصرف بشراء تلك السلعة بناء على طلب العميل لها بالمواصفات المحددة، وبعد ذلك بعد أن تدخل تلك السلعة في ملك المصرف حقيقة أو حكما يعيد بيعها مرة أخرى إلى العميل بهامش ربح يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فهذه هي العقود بصورة إجمالية مبسطة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية.